هاي كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين ومرحبا بكم في فيديو جديده. اليوم مع الاسف عندنا قضيه مغربيه. انتم عارفين بانني مؤخرا كنتفادى هذه القضايا ديال المغرب حيت صراحه ملي كنهضر مع العائله كنولي ناخذ ديك القضيه شخصيا كنولي نفكر فيها في الدار ما كتبقاش تمشي ليا من بالي شحال. ولكن شي مرات بحال اليوم مثلا ما كنقدرش نردها في وجه العائله حيت كنشوفهم مساكين كيحاولوا يطرقوا كاع البيبان وكنقول الا كانت عندي فرصه غير ديال 1% اني نمد لهم يد المساعده بطبيعه الحال غادي نقبل. باي ذا واي الطريقه الوحيده باش انني نشوف القضايا ديالكم هو هذا الايميل هذا فقط. هذا الايميل هذا مختص بالقضايا فاي واحد كيصيفط فيه شي حاجه اخرى من غير القضايا راه ما غاديش توصلني حيت ماشي انا اللي كنشوف الايميل. فعافاكم اللي عنده شي قضيه وكيشوف بانني نقدر نعاونه يصيفط لي في هذا الايميل هذا. وهادشي اللي كاين اليوم غادي نهضروا على القضيه الغريبه جدا 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 ديال انس. فيها بزاف ديال الحوايج ما مفهومينش بزاف ديال علامات استفهام. شاب مغربي اللي اختفى في ظروف غامضه وعائله اللي محروقين على ولدهم. اليوم غتكون معنا الام ديال انس في الفيديو هذا وصراحه ما عندي حتى شي حاجه اخرى نقولها ليكم. فغادي نمشيو نيشان للسيمانه الاخيره ديال شهر 12 2022 يعني تقريبا دابا عام وشهر. نقصد لكم نيشان بلا ما نهضر لكم على انس على الطفوله ديالو على بزاف ديال الحوايج حيت بكل بساطه هادشي اللي غنقول لكم هو اللي عائلته بغاو يشاركوه. والحاجه اللي غنحتاجوا اننا نعرفوها هي انه عايش مع باباه وماما عنده خوتو عنده 22 عام ساكن في مراكش وكان بطبيعه الحال كيقرا. المهم غادي نمشيو لاخر سيمانه ديال شهر 12 2022 منين انس غادي يجي عند باباه وماما وغادي يقول لهم بغيت نسافر. قال لي يا ماما غادي نمشي ندوز راس العام ديال 2022 باش غادي تدخل 2023. كان شهر 12 البرد فهما غادي يقولوا لي زعما فين بغيتي تمشي البرد هذا واش كاين شي واحد كيسافر في هذا الوقت. قال لهم راه كاين واحد الفيستيفال في قلميم وانا بغيت نمشي نحضر ليه. واختو بحال شويه ما تيقاتوش قالت لي اش من فيستيفال هذا اللي كاين في شهر 12 واش كاين شي واحد كيدير الفيستيفال في البرد وهذا وهذا. هو غادي يحلف ليها غادي يقول لها والله اختي تا كاين الفيستيفال وانا والو غادي نمشي ليه. كيف ما قلت لكم انس كانت عنده 22 عام فكان تقريبا غير كيعلمهم ماشي كيتشاور معاهم. وحتى هما ما كانوش باغيين يخسروا ليه خاطرو لان كانت وقعت ليه واحد الحادثه اللي ما غاديش نهضر على التفاصيل ديالها. لكن هذيك الحادثه خلاته انه يبقى 6 شهور في الدار وتثبت ليه في ان اليد ديالو تشلل. فولد عنده 22 عام يجلس 6 شهور في الدار شي شويه قاصحه كان خصو ضروري يبقى يدير الترويد يرتاح والعائله ديالو بغاو يبدل شي شويه الجو ويفرح فما بغاوش يخسروا ليه. المهم في اخر المطاف انس فعلا غادي يمشي باش يحضر لذاك الفيستيفال في قلميم. هذاك الصباح انس غادي يفيق بكري وغادي يقول لهم راه خصني ناخذ الكار. كان الكار يمكن مع 6 ولا 7 الصباح. وقبل ما يمشي غادي يهضر مع بابا غادي يقول ليه شوف اولدي انا راه مازال ما مقتنعش بهذه المشي هذه اللي غتمشي لهذا الفيستيفال. وهو قال ليه بابا والو انا ضروري خاصني نمشي. فما عند الاب ما يقول قال ليه واش هزيتي لاكارت ديالك. قال له انس لا راه نسيتها. فقال ليه بابا سير خذ لاكارت ديالك. وفعلا داكشي اللي غادي يكون هز الساكادو ديالو فيه حويجاتو فيه الشارجور فيه التليفون دار لاكارت ديالو في جيبو وهز الكوتشيغ ديال يديه كان كيلبسها ضروري هي اللي كانت كتشد ليه يديه حيت كيف ما قلت لكم ما كيقدرش يحركها. المهم غادي ياخذ داكشي ديالو وغادي يخرج. انس غادي ياخذ الكار وفعلا غادي يوصل لقلميم. مين غادي يوصل غادي يعيط لبابا غادي يقول ليه بابا راني جالس في القهوه. كان انس ناشط ولحد الان كلشي مزيان. ملي كيوصل الامور كانت غاديه مزيانه. السبت واحد عيط لبابا وشفناه ونهار الاحد عيط لبابا وشفناه ابي الفيديو. غادي يدوز راس العام والنهار الاول في الشهر يعني نهار 1/1/2023 ماما انس غتكون صايمه. فمع المغرب غتوجد الطبله ديالها وغادي تجلس باش انها تفطر. مع غادي تجلس انس كيعيط في التليفون ديال بابا. بابا غادي ينوض باش يجاوبو التليفون ديالو كان فلاشارج فغادي يدير فيه لو بارلور. ومع غادي يجاوب غادي يتصدم. انس كيغوت كيقول ليه بابا اعتقني اعتقني. قال ليه دغيا قيده جوج سميات قيده جوج سميات. وقال ليه واحد جوج ديال السميات ديال الدراري. اختو كتقول لي انس مالك انس مالك يا كلابه شنو واقع. هو كيقول لهم سربي ودغيا قيدو سميات قيدو سميات اللي عطيتكم. قال لهم انا كيسحب لي هادو صحابي ولكن غدروا بيا. عيط بابا يا بابا يا بابا قيد هاد الاسماء الا طرات لي شي حاجه راه هاد الاسماء اللي اللي بيا ولا وقعت لي شي حاجه انا راه كيسحبني عندي صحاب وانا ما عنديش صحاب. وبدا كيقول لبابا سمحوا لي قلتوا لي ما تمشيش وانا ما كنسمعش ليكم فيما ما كنسمعش ليكم كتوقع لي شي حاجه انا دابا في تيزنيت. وبداو كيسمعوه كيشهد ومن بعد تقطع لابيل. بابا مسكين ديك الساعه راه لبس حوايجو ومشى كيجري باش يشد الكار باش يمشي لتيزنيت ويشوف شنو واقع لولده. الله يسمح لنا من الوالدين صراحه ضرني قلبي عليه. وفي هاد الاثناء راهم كيعيطوا ليه كيعيطوا ليه كيعيطوا ليه والو ما كيجاوبش. شويه التليفون ديال انس غادي يجاوب ولكن ماشي هو اللي كيهضر. كيهضر واحد صاحبه. هاد صاحبه هذا كيعرفوه العائله مزيان كان كيقرا مع انس في الليسي. وتخيلوا انه هو واحد من دوك جوج دراري اللي انس عطى العائله ديالو السميات ديالهم. واصلا من قال لهم انس السميه ديال هاد الولد تصدموا لان عارفينهم صحاب. واخا انس في الاونه الاخيره ما بقاش قريب ليهم بزاف
ولكن اخر حاجه كنجي ليهم في بالهم هو ان داك الولد زعما هو انس يدابز ولا شي حاجه. المهم اخت انس ما فهمات والو من جاوبها صاحبه في التليفون ديال خوها، فغتبقى تقول لي فين هو خويا، زعما دوز لي انس وداك الشيء. هو غادي يقول لها ما نقدرش ندوزو ليك لانه ماشي في الوعي ديالو، راه خدا ال اس دي اللي هي دروغ بطبيعه الحال كتدخل في واحد الحاله ديال الهلوسه، وقال لها راه في حاله هستيريا وراحنا شادينو غير بالزز لانه باغي يمشي لواحد الخلا. والولد كيبكي وكيقول لها عافاك صيفط لنا شي واحد راه ما عرفناش شنو نديرو. قال لها راه هاد البلاصه اللي حنا فيها الظلام وغادي نموتو بالخلعه. المهم اخت انس قالت ليه واخا انا غنصيفط لكم شي واحد ولكن صيفط لي لوكاليزاسيون. فالولد غايقول لها راه ما نقدرش نصيفط لك اللوكاليزاسيون في واتساب لانني ما عنديش السولد، يعني ما عندوش الانترنت باش يدير الكاتشي. وواحد الحاجه اللي ثارت انتباه ديالي شي شويه هو ان التليفون ديال انس كان فيه الانترنت، ولكن هو قال لاخت انس بانه ما عندوش الكود ويمكن يجاوبها في التليفون بلا كود، ولكن باش يدخل التليفون ويدخل الواتساب ويصيفط لوكاليزاسيون ما يمكنش. ولكن حنا عارفين مزيان بان الايفونات كيخدموا بالوجه، يعني الا انس كان حداه غير يحط قدامه هكا الايفون غادي يتحل، ولا كاع الا كان ايفون من نوع قديم فغادي يدير ليه صبعو بحال هكا في البصمه وغادي يتحل، زعما يكون انس ما داير لا بصمه لا وجهه ممكن. المهم ماشي مشكل، كيف ما قلت لكم هذا الولد هذا صاحب انس، فخو انس صغير عنده النمره ديالو في التليفون، غيصيفطوا ليه ريشارج في التليفون ديالو باش انه يقدر يصيفط لوكاليزاسيون. وفعلا ما كذبش عليهم صيفطها بالصح، اللوكاليزاسيون اللي غادي يصيفط ليهم في الخلا في واحد الدوار في تافراو تما فين كان داك الفيستيفال اللي الدراري مشاو ليه. فاختو غادي تاخذ ديك اللوكاليزاسيون غتصيفطها لباباها باش انه فاش يوصل تما يعرف نيشان فين يمشي. ومن بعد عاوتاني غادي تعيط لخوها، غادي يجاوبها عاوتاني الولد، كتقول ليه فينا هو انس، كيقول ليها ما تخافيش راه هو فقد الوعي ديالو ولكن ها هو معانا، غير هو راه ما يمكنش يهضر معاكم. تيقولوا لنا ها هو معانا، ها هو ما فيه حتى حاجه، ها هو مزيان، راه غير جاتو شي حاله هستيريا ما عرفناهش اش تيقول وتيغوت. فخت انس غتعيط لواحد صاحبتها ساكنه تما في دوك النواحي، غتقول لها عافاك واش كاين شي خطاف يقدر يمشي لديك البلاصه يشوف شنو واقع، راه الدراري تما بوحدهم والظلام وخايفين وهذا وهذا. المهم غتعاود لها شنو وقع، فهي غادي تقول لها راه تما كاينه واحد الحفله والجندارم دايرين بارير ما كيخليوش الخطاف يدخلوا لديك البلاصه، يعني واخا البنت صيفط شي واحد الجندارم غادي يحبسو ما يقدرش يوصل لذاك الدوار. هاد الحفله هادي سميتها تكنيفال، كدير كل عام، وهادي لا باج انستغرام الا بغيتو تدخلوا تشوفوا. انا في لا باج انستغرام ديالهم بانوا ليا حفلات كيديروا فيهم الموسيقى ديال التكنو والميتال، كيتجمعوا فيهم بزاف ديال الكوار ولكن كيكونوا فيهم حتى المغاربه. ولكن اخت انس قالت لي بان كيكونوا مدخلين كميه ديال الشراب وديال لا دروغ بزاف، وانا هذه المعلومه هذه ما نقدرش ناكدها لكم لان ما عندي عليها حتى شي دليل بطبيعه الحال. دابا نرجعوا لديك اللحظه اللي اخت انس كانت كتحاول تلقى فيها شي حل وما لقات ما دير من غير انها تبقى تعيط 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 يجاوبها خوها. هاد المره هادي لا خوها لا صاحبو ما غايجاوبوها لمده طويله حتى 12 ديال الليل. مع 12 ديال الليل صاحب انس هو اللي غادي يعيط ليها، غادي يقول ليها كاع ما تخافي راه خوك بدا كيفيق. قالت ليه دوزو ليا، قال ليها راه ما يقدرش يهضر معاك، هادشي كياخذ الوقت بزاف باش الواحد يقدر يصحى. قالت ليه واخا ماشي مشكل انا شويه وغادي نعاود نعيط. وفعلا داكشي اللي كان شويه وغتعاود تعيط. هاد المره هادي غادي يجاوبها ولد اخر، ومن بعد عاد غيفهموا بان داك الولد هو السميه الثانيه اللي انس عطى لعائلته. فاش قالت ليه دوز لي اخويا، قال لها اخوك ما حداياش، انا راني راجع للحفله باش نشوف شي واحد يعاوننا حيت رحنا ما قديناش على اخوك. قالت ليه راه في اللوكاليزاسيون اللي صيفطتو ليا كتبان ليا حداكم جامع وحداكم مدرسه، عافاكم سيروا لداك الجامع وشدوا فيه انس تما وتسناو بابا باش يجي، حيت الا وصلت تما راه صعيب عليه يلقاكم في داك الخلا، على الاقل بعدا غادي يقدر يمشي نيشان للجامع. ولكن الولد قال ليها بان ما حداهم حتى شي جامع، وقال ليها التليفون راه غادي يطفى بلا شارج. وفعلا مع الوحده غادي يطفى التليفون بلا شارج ولا شي واحد طفاه الله اعلم، المهم التليفون غادي يطفى. بابا انس غادي يتكرفص لان الطريق طويله، مشى من مراكش لاكادير ومن اكادير لتيزنيت ومن تيزنيت لتفراوت، ومن تفراوت كان خاصو ضروري خطاف عاد باش يقدر يوصل داك الدوار اللي فيه الدراري، يعني غيبقى تقريبا الليل كامل هو مسافر، غيوصل عندهم حتى 9 ولا 10 ديال الصباح تقريبا. هذاك الدوار اللي كانوا فيه سميتو ازربي، وخاصكم تعرفوا بان هذا الفيستيفال هذا كتكون فيه سيمانه، فكيقدروا يتحولوا من دوار لدوار، لان على ما شرحت لي اخت انس شي مرات الناس ديال الدوار ما كيبغيوش كيجريو عليهم كيعيطوا للمقدم وداك الشيء، وشي مرات لي جندرم هما اللي كيجريو عليهم يهزو ديك لاسين ديالهم والخيام وداكشي كامل وكيمشيو لدوار اخر. المهم بابا انس غيبقى يدور تما يدور يدور ما غاديش يلقى حس الدراري. وفي هاد الاثناء هادو راه اخت انس كتعيط 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 حتى غادي يجاوبها خوها، ولا بالاحرى غيجاوبها التليفون ديال خوها لان مره اخرى غيكون صاحبه. قال لها راه التليفون كان طافي، راه يلا لقيت واحد البريز وشارجيتو، وهي بطبيعه الحال باغا جواب على سؤال واحد، فينا هو خويا. قالت ليها عافاك قول ليه يمشي عند بابا راه وصل للدوار، وهنا غادي يعطيها واحد الجواب صادم. قال ليها فقنا وما لقيناهش وما عرفناش فين مشاو، حنا دابا كنقلبوا عليه.
وقال لها فينا هو باباك باش نمشي نعطيه الصاك ديال اناس والتليفون ديالو. على ما قالتيه حسيت بان الولد كيخرج ويدخل في الهضره. مره كيقول لها فقنا وما لقيناهش، مره كيقول لها مشيت نشارجي التليفون وفاش رجعت ما لقيتوش، مره كيقول لها راه خرجنا حتى الشانطي وخلينا لانه كان باغي يمشي بوحدو. المهم هي حست بيه بانه ما مقتنعش بداكشي اللي كيقول، فغادي يقول ليه واخا ها بابا فين وفين، سير عافاك دي ليه الصاك والتليفون ديال خويا. بابا انا صغير بقى يتسنى الولد يجي عنده، وفعلا غادي يجي واحد الولد ولكن ماشي صاحب اناس، واحد الولد اخر ما عمر بابا ما شافو. غيعطيه الصاك والتليفون، فالاب بطبيعه الحال غادي يقول ليه فين هو صاحب اناس، مبغيش نقول سميتو. قال ليه انا ما كنعرف حتى شي واحد، انا غير درت بليزير في واحد السيد قال لي عافاك هاك هاد الصاك والتليفون سرديهم لذاك الراجل وانا جبتهم ليك، انا ما كنعرف حتى واحد فيهم. وداك الدري ما خلاش ليه حتى الوقت فين يسولو اسئله اخرين، دغيا دغيا عطاه داك الشيء ومشى بحالو. صافي مسكين شد داك الشيء ومشى، بقى كيدور تما كيقلب ما بان ليه لا اناس لا صحابو. فغادي قرر انه يمشي للفيلاج. فاش غيمشي للفيلاج غيبدا يهضر مع الناس، كيقول لهم شنو واقع ليه، كيقول لهم بان ولدو تالف، وهما غادي يقولوا ليه شوف غير بقى هنايا في الفيلاج، راه الناس كاملين اللي كيكونوا في داك الفيستيفال كيجيو للفيلاج، لان من هنا من كيشريو ما ياكلوا ويشربوا، واللي كيبغي يمشي بحالو راه من هنا كياخذ الكار. يعني الا كان ولدك بصح في هذا الفيستيفال راه غادي يجي غيجي للفيلاج. صافي فعلا داكشي اللي غادي يدير، بقى كيدور في الفيلاج، كيمشي عند الحوانت عند القهاوي، كيسول في المحطه، كيوريهم التصويره ديال ولدو، والو حتى شي واحد ما شافو. فهنا غادي يعرف بان شي حاجه ماشي هي هذيك، وغيقرر انه يمشي عند الجندرم باش يديكلاري، ولان تما منطقه صغيره وهاد او كلشي كيعرف بعضياته، فهاد الخبر ديال الاختفاء ديال انس غادي ينتشر في المنطقه كامله. بقاو كيقلبوا ما لقاو لا انس لا لاكارت ناسيونال ديالو لا ديك الكوتيير ديال يدو. المقدم غادي يوصي دوك الناس اللي كيسرحوا الغنم، وغادي يوصي حتى دوك الناس اللي عندهم دوك الماكينات اللي كيقلبوا على الاحجار الكريمه، باش الا شي واحد شاف انس اولا شاف شي حاجه طايحه في الارض فيها الشكوك يعلمهم. المهم بابا انس غادي يدير داكشي اللي خاصو يدير مع جدارميه، ومن بعد غادي يرجع لمراكش وغيعاود يرجع عاوتاني لديك المنطقه، ولكن هاد المره بالطوموبيل باش انه يقدر يدور في الجبال. دار اكثر من الجهد ديالو ولكن والو، انس بحال تشقات الارض وبلعاتو. هنا كتبدا المعاناه ديالنا، هنا كيبدا البحث، احنا السلطات والو، مبادرات ديالنا الخاصه، مجهوداتنا الخاصه، وصلنا حتى لسيدي افني، وصلنا الصحراء كلها مشطناها، اكادير كلهم مشطناهم مره ما جوج النواحي، والو هاد الوليد لا حس ولا خبر، والو ما عرفتو لا حي ولا ميت. وفي هاد الاثناء هادو ما بقاوش قادرين يتواصلوا مع صاحب انس، لان التليفون ديالو من داك النهار بقى طافي. فخت انس غتدخل غتقلب على اختو في انستغرام، وفعلا غادي تلقاها غتقول لها واش خوك رجع. البنت قالت لها مازال، فقالت لها شوفي عافاك مين يرجع ضروري ضروري خاصو يهضر معايا ولا ضروري قوليها ليا. فالبنت غتقول لها واخا ما كاين حتى شي مشكل، وداكشي فعلا اللي غادي دير. دازت يومين والبنت غادي تكتب لاخت انس، قالت لها راه خويا جا، ها هو دابا في الدار. ديك الساعه ماما غادي تنوض تمشي عند الولد للدار، وغادي يمشي معاها واحد صاحب انس اللي كيعرف داك الدري الاخر. ماما الولد غادي يدخلهم، غادي يعاودوا ليه هذاك الشيء كامل اللي وقع، ولقاو الولد فعلا يلاه داخل. على ما كتعاود ماما انس قالت لك حالته كله كيترعد بحال مخلوع. فاش غادي تسولوا الام غيجاوبها واحد الجواب غريب، قال لها اللي نقدر نقول لك خالتي هو انس حي يرزق، وكاع ما تخافي دابا يبان. قال لها راه مشى بوحدو وبقينا كنقلبوا عليه ولكن ما لقيناهش، وبدا كيعاود لها غير هاد الهضره بلا ما يعطيها راس الخيط. داك الولد الاخر اللي غادي يمشي مع ماما انس غادي يقول ليه علاش التليفون ديالك طافي، شعلو بغيت نشوف واش فيه شي حاجه. فغادي يقول ليه راه ما عنديش شارجور. الولد غادي ينوض غادي يخرج غيمشي يشري شارجور وغيجي باش يشعل التليفون ويشوف واش فيه شي حاجه. فعلا داك صاحب انس اللي كان معاه في الفيستيفال ما غادي يقول حتى شي حاجه، خلاه يقلب ليه التليفون. وما عرفتش انا بالضبط كيفاش دار قلب اولا لي زابليكاسيون اللي دخل ليهم. المهم هو قال بانه ما لقى والو، ما لقى زعما حتى شي حاجه كتير الشكوك. فبما انهم ما قدروا يجبدوا من هاد الولد حتى شي معلومه، غادي يبنيو الامل ديالهم على الولد الاخر اللي انس عطاهم سميتو. غيلقاو الدار ديالو مره اخرى ماما انس غتمشي عنده. بدات كتدق في الدار، في الاول ما غيجاوبها حتى شي واحد. شويه هو الولد هابط عندها، قالت ليه فينا هو انس، والجواب اللي غادي جاوبها صدمها. قال لها شوفي انا اصلا ولدك ما عنديش معاه، راه غير شفته في ديك الحاله وبغيت نعاونو لاننا بجوجنا ولاد مراكش، ولكن انا في الحقيقه ما عنديش معاه وما كنحملوش. وراها واحد العض عنده في يديه، قال لها شوفي ولدك فين عضني، وتديك اليد اللي كتقول عنده مريضه ما بقاتش مريضه، كنت شوفي الجهد اللي كان كيدفعنا به. الام كتقول بان الدري بان لها مش ديال النقاش، فقررت انها تمشي بحالها. هذا الاختفاء ديال ولدي غامض ما فهمناهش، حيت ما عندناش شي معطيات من غير دوك الدراري. هادوك الدراري ما بغاو يساعدونا حتى بشي حاجه، واخا هما اللي كانوا مع ولدي حتى الدقيقه الاخرى اللي اخر مكالمه تنسمع فيها صوته تيقول هاد الدراري اللي معايا، وتيقول لنا الاسماء ديالهم. حتى شي معلومه ما زادوها لنا من غير تضارب الاقوال اللي عندهم. احنا ما بان لينا والو من هاد الولاد اللي كيسميهم ولدي كانوا اصدقاء، كنا كنحسبوهم اصدقاء لاخر لحظه، وكنسمع الصوت ديالو معاهم تيقول لي يا ماما انا مع صحابي وما تخافيش عليا، وفي اخر لحظه تيعيط تيقول لي يا ماما راه الصحاب اللي تقت فيهم هما اللي غروا بيا، هكا في التليفون مسجله
لو وقعت لي شي حاجه راه الصحاب وماما اللي تقت بيهم هما اللي معايا، و تي انسيستي على لو وقعت لي شي حاجه تيقولها وتيعاودها. هما هادوك الدراري دابا اللي ما عطاونا حتى شي معلومه، هما اخر معطى عندنا. هنا غادي يمشيو عند البوليس ديال مراكش باش يديروا البحث عن المتغيب. قالوا لهم هذا البحث عن المتغيب كيدار حتى كتفوت سيمانه. عافاكم قولوا لي واش هذا القانون هذا صحيح او لا خطا، حيت حاولت نقلب بصراحه ما لقيتش شي معلومه كتاكد واش بصح تلمور سيمانه. الا كان تلمور سيمانه عاد كيعاونوك تقلب على شي واحد اللي مختفي، راه خاصهم يعيدوا النظر في هذا القانون هذا، لان ما يمكنش الا اختفى شي واحد راه ديك 48 ساعه الاولى هي اللي كتكون مهمه جدا، وكيكون العائله محتاجين فيها المساعده ديال البوليس. المهم الا كان شي واحد في الدومين يقدر ياكد لنا هذه المعلومه في لي كومونتير، نبغي انا نعرف في المغرب على شحال عاد كيعاونوك تقلب. المهم العائله ديال انس ما كانش عندهم هذا المشكل، لان اصلا كان دازت سيمانه من النهار اللي اختفى فيه حتى النهار اللي مشاو هما عند البوليس. داروا المحضر، عاودوا لهم كل شيء، حطوا الشكايه ديالهم حتى في المحكمه، ومنين غدوا السيمانه على الشكايه ديالهم فعلا غادي يعتقلوا الدراري بجوج. الدراري غادي يقولوا بانهم بثلاثه بيهم يعني هما زائد انس تعاطوا لها دروك كاملين، وبانهم ما عاقلينش على شنو وقع. على ما قالت لي اخت انس الاقوال ديالهم كانوا متضاربين، في الاول قالوا بانهم ما عاقلين، شويه قالوا بانهم نعسوا فاشفقوا ما لقاوش، قالوا بان انس مشى مع واحد القوريه. المهم البوليس غادي يخليهم يباتوا تما ليله، وبما ان ما كاين حتى شي حاجه ضدهم، ما كاين حتى شي دليل اللي كيقدر يدينهم، فبطبيعه الحال من الواجب عليهم انهم يطلقوهم. وداكشي اللي غادي يكون غادي يدوزوا ليله واحده في الكوميساريه، من بعد غادي يطلقوهم البوليس وغادي يمشيو لديورهم. العائله ديال انس من بعد غادي يديروا شكايه اخرى، ولكن ما غيعاودوش يعيطوا على الدراري وما غيعاودوش يحقوا معاهم. ما عرفتش انا واش البوليس كانوا كيديروا شي تحقيق اخر، واش كانوا كيقلبوا على انس، شنو كانوا كيديروا. المهم اللي عارفين العائله هو انهم ما عاودوش يعيطوا للدراري بجوج، وما عاودوش سولوهم كاع. والمشكل هو ان هذا الشيء بقى واقع بين جوج ديال المدن. منين كيمشيو لاكادير كيقولوا لهم سيروا عند البوليس ديال مراكش، لان الاطراف كاينين تما. منين كيمشيو عند البوليس ديال مراكش كيقولوا لهم راه خصكم تمشيو لاكادير، لان داك الشيء وقع تما. فما غادي يعرفوا ما يديروا، حتى المحاميين ما مهتمينش بزاف بانهم يشدوا هذه القضيه هذه، لان هادشي ديال الاختفاءات كيطول اكثر، لان ما كاين حتى شي دليل ضد شي واحد. فغادي يلتجؤوا للجمعيه ديال حقوق الانسان المغربيه، وفعلا غادي يعاونوهم، غيوجهوهم، غادي يوريهم واحد المحامي وكل شيء. ولكن كيف ما قلت لكم المشكل هو انهم ما كاين حتى شي راس الخيط منين يقدروا يحاولوا يلقاو شي حل لهذه القضيه هذه. خو انس عنده المود باس ديال انستغرام وديال الفيسبوك ديال انس، فغادي يحلوهم، غادي يقلبوا فيهم، ما كاين حتى شي حاجه غريبه. واختو غادي تكتشف بان داك الفيستيفال دايرين واحد الجروب في تيليجرام كانوا كيهضروا فيه، فغتحيد لا كارت سيم ديال انس حيت التليفون ديالو ما قدريش يدخلوا ليه فيه الكود، فكيدخلوا غير الكونت فيسبوك انستغرام لان عندهم مود باسات. ولكن باش يشوفوا ليه واتساب او داكشي اللي في التليفون ديالو او تصاور ما يمكنش، لان التليفون كيف ما قلت لكم فيه الكود. فهي غتحيد لا كارت سيم، غديرها في التليفون ديالها باش غادي تدخل التليجرام. وفاش غتدخل التليجرام غتلقى بان انس هضر مع واحد البنت اللي هي قوريه. هي بدات كتسول بزاف ديال الناس واش شي واحد شاف انس، واش عارفين عليه شي حاجه، وشحال من واحد غايقول لها راه كان حدانا في الخيمه وشافوه، يعني ما قدروش يتيقوا بانه اختفى في ذوك الظروف بحال هكاك. وهذيك البنت اللي قلت لكم كان كيهضر معها انس، ما يمشيش بالكم بعيد، راه ما كان بيناتهم حتى شي حاجه. البنت اصلا كان عندها الحبيب ديالها، وكان جايه هي وياه للمغرب باش يحضروا لهذا الشيء. انس سولها فقط على اللوكيزاسيون ديال الفيستيفال، فهي قالت ليه انا مازال ما عندي، راه كنتسنى يصيفطوها ليا، الا لقيتيها انت الاول صيفطها ليا، لقيتها انا الاولى غنصيفطها لك. قال لها صافي انا راه جالس في المحطه كنتسنى، وما عندنا حتى شي فكره واش في هذه اللحظه هذه واش صحابو كانوا معاه اولا انس كان بوحدو. المهم اخت انس غادي تدخل تهضر مع ديك البنت، وديك البنت غتقول ليها بانها تلاقات مع انس في المحطه وشافته حتى في الحفله كان جالس في واحد الكرسي، ويمكن بان ليها ماشي هو هذاك، لانها غتمشي عنده وغتقول ليه ار يو اوكي، يعني واش انت بخير. هو غادي يقول ليها ام فاين، ولكن فاش كتفكروا فيها كتقولوا الا مشات البنت زعما سولات واش انت بخير، يعني راه شافته ماشي حتى تما. فمين غتسولها على التوقيت فوقاش شافته، غادي تقول ليها مع السانسيت يعني مع الغروب ديال الشمس. فكيف ما قلت لكم انس عيط مع المغرب منين ماماه كانت غتفرق الصيام، يعني لحظات قليله من مور ما شافته البنت انس دار داك الاتصال. المهم الاب غادي يعاود يمشي لذاك المنطقه هو شي ناس، غيعاودوا يقلبوا، داروا كثر 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 من جهدهم، مشاو لبزاف ديال المدن، بزاف ديال الدواور، وصلوا حتى للعيون، والو ما كاين حتى شي اثر ديال انس. وهذا العام هذا يعني فراس العام ديال 2024 غير شهر هادي غادي يتعاود هذا الفيستيفال، وبابا انس غادي يمشي على امل ان ولده يكون تما، على امل ان يكون عجبو مثلا داك الهيت وبقى معاهم، واخا هادي صراحه شويه صعيبه، على امل ان شي واحد يكون شافو. غيلقى عاوتاني الجندرم واقفين تما وداك الشيء، وغادي يمشي عندهم غيسولهم، غادي
يشرح لهم شنو واقع فغادي يقولوا ليه واخا نعاونوك تمشي تسول، وفعلا غيدخلوا معاه غادي يسولوا تي جي، غادي يسولوا الناس اللي كانوا تما واحد بواحد، كيوريهم التصويره ديال الناس على امل ان شي واحد يكون شافو، ولو حتى شي واحد ما فايق ليه الخبر. في الفيستيفال ديال هذا العام هذا غيختفي ولد اخر في ظروف غامضه ما غيلقاوهش، وتا هو سميتو انس. صدفه اولا ماشي صدفه الصراحه ما عرفتش، نتوما قولوا ليا. انس ثاني غادي يختفي، ولكن حتى شي واحد ما عارف شي حاجه على انس الاول. عايتو غيقلبوا في السبيطارات، غيقلبوا في الحبس، غيقلبوا في الخيريات، غيقلبوا في مستشفى الامراض العقليه، ما لقاو حتى شي حاجه. ومن داك النهار اليوم في انا كنهضر معاكم ما عندهم على انس حتى شي خبر. الملف ديال ولدي باقي فيه البحث، وانا تناشد السلطات، تناشد كل جهه عندها قدره وعندها سلطه باش تكمل معايا هذا الملف ديال البحث ديال ولدي، دير مجهودها وتكتف المجهود ديالها، الله يجازيهم بخير. وتناشد الراي العام يوقفوا معايا والناس اللي شاف هذا الوليد، وخصوصا تناشد السلطات المختصه يزيدوا يعمقوا في البحث مع هذوك الاولاد. انا عندي احساس بان هذوك الاولاد داكشي اللي كاين عند دوك الاولاد، هذوك الاولاد هما اللي عندهم السر ديال ولدي، كانوا اصدقاء ديالو وعارفين ومشى معاهم وعارفين، هذوك الاولاد هما اللي عندهم السر ديال هذا الولد فين مشى. انا عارفه المصير ديالو بين يديهم، حي عارفينو فين مشى، ميت عارفينو اش دايرين فيه. انا كناشد السلطات باش تكتف معايا البحث، انا ام وعندي الحق نعرف شي حاجه على هذا الولد هك ولا هك. هادشي اللي تنطالب به عام دابا وشهر، البحث باقي ساري والملف ديالو ما تحطش، ولكن بغيت المجهودات تزيد تكتف اكثر ويزيدوا يعمقوا مع الدراري. واحد كنت تنقول تلميذ راه في السجن، تنطالب باش يزيدوا يحققوا معاه ويزيدوا على الله وعسى يعطينا غير شي معلومه، غير شي معطى فاش نقبطوا، يقولوا لنا غير شي كلمه، غير شي حاجه يزيدوا يبحثوا معاهم. ما يمكنش باش شي هذوك الاولاد ما عندهمش شي حاجه على ولدي، الا حي عارفينه والا ميت عارفين. هاد القضيه هادي غريبه جدا وما تسلطش عليها الضوء كافي. واخا داروا واحد الباساج مختفون ومشاو عندهم شي صحفيين وداك الشيء، ولكن ما خداتش الصدى اللي كتحتاج، لان هاد القضيه هادي غريبه فعلا. انا ما كرهتش نهضر مع واحد من الدراري اللي كانوا معاه صراحه، حتى هما يعطيونا وجهات النظر ديالهم. الا شي واحد فيكم بغى يهضر واخا ما تبانوش ما يتسمع لا صوتكم العوالي، الا بغيتوا تهضروا معايا انا ندوز الميساج للناس. تقدر شي حاجه تكون بسيطه نتوما جاتكم عاديه، ولكن تكون هي راس الخيط. وعافاكم بغيتكم تبارطاجيو التصويره ديال انس. بغيت هاد القضيه هادي نحاولوا نوصلوها ماكسيموم ديال الناس. ما ربما شي واحد يكون في داك الفيستيفال عارف شي حاجه، شي واحد يكون شاف شي حاجه وخايف ويتشجع يقولها، شي واحد يكون مخبي شي حاجه والضمير ديالو يحيى، ما تقدروش تعرفوا شنو يوقع. فانتم ما غاديش تخسروا والو، بارطاجيو التصويره في لاستوري ديالكم. واللي عارف شي حاجه هذه هي النمره والايميل ديال الخت انس، عافاكم اللي عارف شي حاجه يتواصل معاها واخا ما يقولش ليها شكون هو، ولكن تواصلوا معاها حيت راه عائلتهم بصح مؤلمين. الام مسكينه نقص لها الشوف بكثره البكاء، الاب جاه السكر، يعني هادشي اللي كيعيشوه صعيب بزاف وما نتمنوا حتى لشي عائله. وما عرفتش شحال غيخصني ندير ديال القضايا، شحال غادي يخصكم تشوفوا من حاله بحال هكا باش ديروا عقلكم. راه شي مرات كديروا شي تهور اللي كيؤدي بحياتكم للخطر وكتدمروا حياه عائلتكم على قدها. دابا انت اولا انت من كدير شي حاجه ديال الخطر عند بالك راه زعما انت كتغامر غير بحياتك وكاع شنو يقدر يوقع غتموت، ولكن ما كتفكرش دوك الناس اللي كيبغيوك واللي كتخليهم وراك معذبين، اللي كتخلي ام كتبكي حتى ما تبقاش تشوف، اللي كتخلي اب يمرض بالسكر بكثره الفقص على ولده مسكين غادي كيدور في المدن وكيقلب. نعاود نقول لكم مره اخرى عافاكم بارطاجيو التصويره ديال انس باش على الاقل حنا كناس عاديين نديرو ما في جهدنا باش نوصلوا الرساله ديال العائله. وشكرا لهم بزاف على الثقه ديالهم، الله يسمعكم خبر الخير. شكرا لكم حتى نتوما، نتلاقى معكم في الفيديو الجايه. تهلاو في راسكم وفي الناس اللي عزاز عليكم، انا ما كتعرفوا شنو يقدر يوقع، واللي عنده خوت وحنان فيه حتى هو يحن فيهم. راه كيف ما كنقولوا الخواحد هاد الدنيا هادشي اللي كاين. باي باي.